السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير. مرحبا بكم في كويزين شهرزاد. صحه مولودكم. الوغ اليوم ما شاء الله جبت معايا لا غوسيت تاع خبز البي كي تري فاسيل افير اي بو موا يا با ميو. حاجه حلوه مع السهره مع لاتاي. دونك نبداو بالمقادير. الوغ عندي لهنايا نبداو بالسيغو تاعنا. السيغو تاعنا واش عندي؟ عندي ان فير دو سكر. البنات الكيله اللي كيلت بها السكر هي نفس الكيله تاع هذا الكاس. هذا الكاس يوزن 240 مليلتر. الوغ ونزيد لهنايا زوج كيسان تاع الماء. نبداو بالصيغو تاعنا. باش نكهو شويه الصيغو تاعنا انا نحط شويه تاع زيت دو سيترون. ودوكا واش ندير؟ نحطو فوق النار. الوغ لهنايا البنات انا جيت المقادير تاع الخبز البي تاعي. الوغ عندي لهنايا كيلا تاع لي زو، كيلا تاع البيض، كيلا تاع سمد بلوتو زبده دايبه باردون، وعندي اوسي كيلا تاع لا شابلور، وعندي كيلا تاع اللوز. تقدروا ديروا كاوكاو، تقدروا ديروا نيمبورت كال مكسرات. فوالا، وعندي كيلا غير صبع تاع السكر. عندي لهنايا ان باكي دو ليفور شيميك، وعندي دو لافاني، وعندي زاز دو سيترون بلوس كان راح ندير اللوز. دونك جو بريفير ندير له زاز دو سيترون اي سا دون ان تري تري بون غو. واش ندير انا؟ عندي لهنايا هذا المول، عندي هذا المول اللي راح ندير فيه هادو لي ميزور، ونحب يجي عالي سوا سوا في هذا المول. دونك لهنايا عندي انايا 30 على بلوتو 25 على 24. فوالا. الوغ بسم الله عندي لي زو تاعي نحطهم. انا سقامو لي لهنايا 5 زو. عندي السكر الكيله تاع السكر غير صبع نحطها. نتوما تحبوا تستعملوا لو باتور ولا تحبوا تستعملوا الفوي، انا حنستعمل الباتور. عند اوسي اون رومارك، واش عندي اوسي؟ انا شعلت الفوق تاعي باش يسخن. فوالا 180 دغري البنات. لهنايا نزيد عندي لهنايا زاس دو سيترون تاعي نحطو باش تطلق لي البنه. نحط اوسي لافاني. باش ما تفتح نحط على راس المغرف كيما نقولوا لافاني بس اون بوتيت كويير، ونبدا نخلط. بسم الله فوالا هكذا. انا جو بريفير ندير خبز البي، جو بريفير دو سيت فاصون بالباتور باش يجيني مهوي. نزيد نبدا نحط الزبده تاعي بشويه. الوغ فوالا البنات الميلونج تاعنا كيفاش رايح يكون. لا ميتنون نحطو المواد الناشفه تاعنا. الوغ نبداو نحطو بشويه، خلاص حبسنا الفوي. نبداو نحطو اللوز بشويه. تقدروا ديروا ميم لا نوا دو كوكو سي فولي ولا سي كوا سا، سواء لا نوا دو كوكو ولا الكاوكاو ولا البندق ولا كيما تحبوا. مي انا جو بريفير توجو ا لونسيان باللوز. فوالا بهذه الطريقه ويجينا خفيف هذا الخبز تونس ولا خبز البيت دو سيت فاصون. لهنايا نحط هكذا باش تشوفوا، نحط لا شابلور تاعي، يعني دي تري فاسيل هذا الباتو. نحط لو باكي دو ليفور تاعي تاع 10 غرام، تاع 10 غرامات 10 غرام. ونخلط
jusqu'à obtention d'une bonne pâte homogène. البنات ملاحظة، السيرو تاعي يطيب يطيب، نخليه نحسب له، نحطه فوق النار كي يبدأ يغلي، نحسب له 10 مينوت ونطفي عليه ونخليه يبرد. والفوق تاعي راهو شاعل على 180 دوغري. فوالا هاوليك الخليط لي نتحصل عليه. لهنايا واش ندير؟ نجيب المول تاعي لي دهنتو درت له بابي كويسون ودهنتو بشوية زبدة، نحط الميلانج تاعي في المول وندخلو للفوق، نسدمو في المول. هلا هاد المقادير تاع الكاس 240 مليلتر يجيني سوا سوا في هاد المول. نخطو شويه اي فوالا، ندخلو الفوق ونعاود نولي ليكم. الوغ لهنايا البنات بعد ما خرجتو من الفوق نجي نسقيه. هاوليك الشربات تاعي كيفاش تكون، نبدا نسقي فيه. بسم الله، وهو سخون نسقيه، بعدك السيرو اللي وجدناه من قبل. ونخليه يبرد حتى كي يبرد تماما باش نشبحو ونقطعو. ثم سوا تحبو تقطعوه دي لوزونج ولا تحبو تقطعوه دي كاري، سي ا فوتر غو. فوالا هاد الشربات يعني دايما لو سيرو تاعنا السكر نحطو لا ميم ميزور تاع لي زانغريديون لي درنا، لي تاع لا ميزور لي درنا بها لي زانغريديون. فوالا تتقوني هاد الكاطو واش نقولكم. فوالا لهنايا نخليه يبرد تماما ومن بعد نجي باش نقطعو معاكم ونشبحوه معاكم. الوغ البنات لهنايا راني جيت بعد ما برد، شوفوا الوغ لهنايا جيت راح نشبحو. لهنايا اللوز اللي درتو انايا ما كاش محمص باسكو راح يطيب مع خبز البيض. دونك لهنايا واش درت؟ هذا اللي قعد لي كاسكو جي في، حطيت شعلت النار على شعلت بلوتو المقله على نار قليله وحمصتو شويه برك باش هكذا باش ما يجينيش هذاك ما يكونش مدي كيما نقولوا. الوغ كاسكو جو في نعمرو. لهنايا جي بري هذا كاع اللوز، جي بري 150 غرام تاع اللوز باش تعرفوا بلي ما استعملتش بزاف اللوز، مي جاني الله يبارك زكي. شوفوا هكذا نعمرو دو سيت فاصون. اكو تشوفوا ليبيسور هادي هي اللي نحبها، ما يجي عالي بزاف وما يجي خشين بزاف. الوغ عندي لي سيريز كونفي نحطهم اي ابخي نقطع. فوالا اي ابخي نقطعو ونوريهولكم في طبق التقديم. فوالا الوغ البنات لهنايا هاوليك خبز التونس تاعي، ولا خبز تونس ولا خبز البي كيما تحبوا تقولوه. الوغ هاوليك ان شاء الله تكون عجبتكم الوصفه، نقسم حبه قدامكم باش تشوفوها. الوغ شوفوا لهنايا، شوفوا كيفاش الداخل جا مهوي. انا ما نحبوش عالي بزاف وما نحبوش حابط بزاف، دونك فوالا شوفوا لهنا كيفاش جا مهوي. نقسم حبه قدامكم يعني يتقسم هنا
c'est trop trop bon. Mais le goût de l'ose ou le goût de zeste de citron, c'est un délice. Et d'ailleurs, je ne vous le pas. Mais allez, comme regardez les j'aime la vidéo ou les jdeds. مرحبا بكم ابوني وفلاش انتاي هكذا باش يلحقكم كل جديد. إبا الى اللقاء الى فيديو جديد ان شاء الله من مطبخ شهرزاد.